التزوير انا بشير الحشيمي وسجلها عليه ويسجلها الجميع. لي صديق صاحب صيرفة، كنت بالصدفة أمر عليه أشرب شاي، وجدت بأم عيني يا ناس نقودا عراقية مهربة من الإيران إلى العراق. يعني شوف هاي النقود سبق وأن طلعت الإيران ثم رزمت بحبل ساد نجم باللغة الدارجة، التتشة مكتوب عليها بالحرف الواحد عباس توكلي، وبعدين كتابة إيرانية. هذا موضوع أم أراد الإيرانيون تسريبه بحث آخر. المهم فلوس يعني النقد عراقي كتلة نقدية تدخل إليك من إيران بعد أن خرجت ابتداء من العراق. هذا موضوع التهريب. أنا اشتغلت مستشار هندسي لمجموعة بنوك، إذا صار عندي علاقات وافتهمت أكو بنوك رصينة فعلا ولا تزال رصينة، وأكو بنوك ذهب بهذا الاتجاه. والتهريب حصرا دعني أكمل، التهريب يتم من خلال المنافذ الحدودية المزكات أيضا من طبقة سياسية، وعندنا بالعراق عدد المنافذ المزكات الغير رسمية هي بالضبط 3 أضعاف المنافذ الطبيعية. من هنا تخرج تريلات من الدولار. قالت لي أنا ليش مو هي شوف الطامة الكبرى، والله كلها سهلة. الطامة الكبرى هي طبقة سياسية دمرت هذا البلد. والله لا أنا ما أرد أحكي بهاي الجلفية، لعنة الله على كل الدول اللي تخرب العراق. لكن هل هي جاءت أم سياسيين انبطحوا؟ يا أخي تسابقوا في العمالة، عجيب، بل تفاخروا بالعمالة، عجيب. هذا الموضوع هو دمرنا. احنا وين رايحين؟ هذا دولار دار جفاف وذاك دكتور ساد نجم، هؤلاء لا يتقنون. دمرنا هاي المشويات، التكة صعدت صعدة، الأخبار مو زينة. زين هاي التكة اليوم اللي أكلتها مو زينة. دكتورة سلام، نعم نسمع هذا شريتنا على الحبل. لا والنوبل ياكلون وياك، كلهم عندهم كوليسترول. مو بس هاي. دكتورة سلام تستمعين عبر وسائل الإعلام. شوف أستاذ نجم، خليك كمل، كنت معزوم على عشاء قبل شوية، خليك كمل البرنامج. يلا خليك كمل البرنامج ماشي.